بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بمدارس الأندلس الخاصة، إن شاء الله هنشرح النهاردة ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب بنستخدمها مع شخص واقف قدامنا، بنوجه له كلامنا. ضمائر المخاطب بنستخدمها مع العقلاء فقط. ضمائر المخاطب عددها 5. أول ضمير عندي أنت. أنت للمفرد المذكر عليها فتحة، أنت للمفردة المؤنثة، أنتما للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، أنتم لجمع الذكور، أنتن لجمع الإناث. طيب تعالوا بقى نطبق عليها. تلميذ مفكر. تلميذ يا ترى مفرد مذكر ولا مفردة مؤنثة؟ تلميذ ولد طبعا مفرد مذكر، يبقى استخدم لها ايه من ضمائر المخاطب؟ هناخد لها أنت، هنستخدم معاها أنت. بقول أنت تلميذ مفكر، ما ننساش الفتحة لأن دي اللي بتميز أنت، لو نسيتها تكون جملتك غلط. صديقة مخلصة. صديقة مفردة مؤنثة، احنا قلنا دلوقتي اللي بيجي مع المفردة المؤنثة أنتي. أنتي ما ننساش الكسرة، لازم نحط معاها الكسرة. فتاة جميلة. فتاة مفردة مؤنثة، يبقى نحط معاها أنتي. برافو، كسرة ما ننساهاش. لاعب ماهر. لاعب مفرد مذكر، مفرد مذكر، يبقى نستخدم معاها أنت. أنت لاعب سريع. تلميذان مجتهدان. تلميذان مجتهدان بتنتهي بالألف والنون، يبقى مثنى مذكر، مثنى مذكر. تلميذان أنتما. أنتما تلميذان مجتهدان. مهندستان بارعتان بتنتهي بالتاء والألف والنون، مثنى مؤنث، مثنى مؤنث. يبقى أنتما، أنتما مع المثنى المذكر يعني الاتنين، مثنى يعني اتنين، مثنى مذكر يعني اتنين ولدين، مثنى مؤنث يعني اتنين بنتين، بتنتهي بالتاء والألف والنون وتحتيها كسرة، النون تحتيها كسرة، ده مثنى مؤنث. الألف والنون مثنى مذكر يعني اتنين ولدين، تاء وألف ونون يعني اتنين بنتين، يعني مثنى، دي مثنى ودي مثنى. طيب معلمون مخلصون. معلمون مخلصون جمع مذكر، احنا قلنا مع جمع المذكر ايه؟ أنتم. طيب معلمات مخلصات. معلمات مخلصات، معلمات جمع مؤنث، احنا قلنا اللي بيجي مع الجمع المؤنث ايه؟ أنتن. أنتن ليه؟ لأن أنتن مع جمع الإناث، مع الجمع المؤنث. أنتم مع الجمع المذكر. أنت مع المفرد المذكر، ما ننساش الفتحة. أنتي مع المفردة المؤنثة، ما ننساش الكسرة، لأن الاتنين كتابتهم زي بعض، اللي بتميز أنت وأنتي الفتحة والكسرة. أنتما مع المثنى المذكر والمثنى المؤنث. أنتم لجمع الذكور، أنتن لجمع الإناث. ضمائر المخاطب نستخدمها مع العقلاء، مع العقلاء، مع شخص واقف قدامي بكلمه. يبقى كده خلصنا ضمائر المخاطب. كانت معكم مس سمر عبد الكريم، مدارس الأندلس الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.